عفوا يا انسه. لو سمحتي. انا اسف، لا تخافي. لحقتك الحقيقه ما بعرف ليش لحقتك، بس كنت قاعد وحيد ولما اجيتي وحكينا حسيتك قريبه مني وبعرفك من زمان. رح اقول لك شيء بجوز ما تصدقيني او تقولي عني مجنون، بس هي الحقيقه. انا لحقتك لاني خفت ما عود شوفك مره ثانيه وما نحكي. انا نادرا ما احكي مع حدا، وانا كمان ما كتير بحكي مع الناس. انا كل يوم الساعه 6 العصر بقعد بهي الجنينه. اذا حسيتي بحاجه للرفقه بتمنى تجي تقضي شويه وقت معي. بس انا ما بعرفك. وانا ما بعرفك، بس انا حدا بيلحق احساسه. واحساسك هلا شو عم يقول لك؟ عم يقول لي رح نصير اصدقاء. صار لازم روح. حفيظة، أخذ للورد الأحمر مما أخذ للورد الأبيض. لا، أخذ للأحمر. لا حفيظة، إذا أخذت لها الورد الأحمر رح تفهمني غلط وتهرب مني. اللون الأبيض هو رمز النية الصافية. رح أخذ للورد الأبيض. أنت متأكد إنها هتجي؟ بلى، أنا متأكد.